احنا باغين نعرضوا نجيبوا البديل نواجهوا الحكومه. نقول لكم اش درنا في الفريق الحركي، درنا واحد الواتساب المواطنين كما كانوا تيراسلونا وتنحولوا كل الطلبات ديالهم على شكل اسئله كتابيه وغيرها. اذا احنا راه الاشاره، ولكن واش بغيتوا ندابزوا يعني باليدين؟ احنا يلا البارح هنا كانت المناقشه ديال التقرير السنوي لمجلس المنافسه، وراه ماشي راه اليدين وصلنا لهم تقريبا. اللي كان هنا حاضر راه تبع ذلك، وقلنا باننا قال لك اودي اش غنقولوا الراي العام الا ما ناقشناش هذا التقرير في غياب السيد رئيس مجلس المنافسه. وهذا وتفضل السيد رئيس مجلس النواب اللي بدوري تنحيه، وراه تيتعامل بشكل تاع التدبير اليومي للمجلس وبواحد النوع ديال الحكمجه وغسله، حاول يقنع ما صابش اذن صاغيه، بحيث ان الاخ رئيس فريق التجمع قال لي ودي واش غنقولوا للشارع الى ما ناقشناش دابا. قلت له شوف الى بغيتوا تنصبوا على الشارع شغلكم، نحن لن نقبل ان يتم النصب علينا ويعني مصادره الحق ديالنا كمعارضه. راه ما يمكنش نقولوا اكثر من هذا الشيء. طبعا كان كذلك كانت رغبه كبيره باش نخلي واحد الفتره ماشي 100 يوم بل واحد المده كافيه للحكومه لكي تتاقلم. انا نقول لكم واحد يعني وغادي تستغربوا، سيدي مولاي رشيد تاجلس في جنبه بغى يدير نقطه نظام النهار الاول واحد السيده واحد الوزيره وتيغلي. قلت له والله الا حرام عليك مسكينه راه غتقتلها هنايا يا كاينون. قال لي ودي الا ما بغيت، قال لي الا ما بغيتي صافي ما كاين مشكل. يعني ان كان تعامل ودي، وبغينا ندخلوا للثقافه نتاع اصلاح ما يمكن اصلاح. المشكل هو ان الحكومه ابانت دابا على عدم استعدادها، وحنا فسرنا المره الاخرى في الجلسه العامه قلنا احنا مدينا يدينا من اجل المصلحه العامه، ما بغاوش يسمعوا هذا الكلام. هذا شغلهم خلال هذا المده كيف باقي الفرق المعارضه. الفريق الحركي قدم 46 مقترح قانون تهمو كل يعني المناحي والمسائل اللي تعيشها المغربي، مقترح قانون مهم جدا تهم تنميه المناطق الجبليه، المعاشات المدنيه، قانون الجنا عفوا قانون الجنسيه المغربيه، اقتراح لانشاء يعني واحد الوكاله وطنيه لتدبير وتنظيم حمايه المخزون استراتيجي للمواد الغذائيه، الادويه، ثم المواد طبعا الصيدليه. كان انا تنحاول ناخذ ديال الالتزامات والعقود، ثم مدونه الشغل والتنزيل، تنزيل ما عجزت الحكومه عليه، تنزيل القانون الاطار للتربيه والتكوين في واحد جوج المقترحات، الاول يتعلق بالتعليم المدرسي والثاني بالتعليم الخصوصي، وما نخلطوش المواد التعليم الخصوصي كلها راه تتصب في اتجاه واحد هو المصلحه الفضلى للطفل ومصلحه الاباء وتجويد العمل، باش ما كاينلاش البعض تيحاول يسوق غير هذا. من لا 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 بالنسبه للعرائض تقدمنا بمقترحات قوانين تتهم تخفيض عدد الموقعين على العرائض بالنص بالنسبه للعملات والاقاليم والجماعات الى غير ذلك. حقوق المعارضه تقدمنا بمقترح قانون، وهذا تيدل على ان المعارضه راه ما نعساش. هذا المقترح قانون جاء بعد ما صاحب الجلاله الله ينصرو سبق وقال في خطاب افتتاح 2013 على ان يجب ان تحظى المعارضه بواحد يعني المكانه خاصه، و
مهمه بالنسبه لهذا الموضوع ديال المجلس المنافسه. قبل منه غنقول على اننا تعاملنا بالايجاب في مجموعه كبيره من القوانين، لان رجل لا بعد مقترحات يعني معاهدات واتفاقيات دوليه، ثم قوانين اللي كانت سابقا ضايقه في لو باي، راه ماشي قراءه ثانيه الى غير ذلك. واذا كان القانون يسبو في اتجاه المصلحه العامه للبلاد والمواطن، طبعا غنصوتوا لصالحه. واش دابا حنا زعما بايعين الماتش؟ ما يمكنش هذا كلام، يعني كونوا متقنين الى قالوا شي حد راه غادي يكون غير معقول وغير مقبول. تنسمعوا بان وسمعتوا في رئاسه الجلسه كان نقاش حول غياب الاسئله الموجهه للسيد رئيس الحكومه في اطار المساءله الشهريه، وكان ما صدر لا على الرئاسه نتاع الجلسه ولا الاخوات والاخوان اللي دخلوا كذب وافتراء. الفريق الحركي تقدم ب 17 سؤال كله ينصب في اتجاه السياسه العامه، قلنا في ذاك الوقت وتنأكدوا ذلك، والاخوان كذلك في الفرق ديال المعارضه تقدموا بمجموعه ديال الاسئله. الدوره الاستثنائيه راه باين، الدوره الاستثنائيه تتنعقد اما بطلب من السيد رئيس الحكومه او لا ثلث مجلس النواب او ثلثي مجلس المستشارين. بالنسبه لحريه الاسعار كاين والماده 4 من قانون حريه الاسعار والمنافسه واضحه، تتنص على امكانيه قيم الاداره بعد استشاره مجلس المنافسه باتخاذ تدابير مؤقته ضد ارتفاع الاسعار. الماده 4 واضحه. هل قامت الحكومه ب يعني تطبيق ادنى شيء؟ اقول لا، فقط حاولت تسويق بعض دابا الصور، هما مشاو الصباح بكري لشي سوق، هما مشاو لشي سوق غير موجود في الخريطه، هما صابوا اللحم 75 درهم او لا ماطيشه 3 درهم، هادشي كله راه غير صحيح، ولا 5 ولا حتى 8 درهم، والمغاربه راه هما تيمشيو للاسواق. بالنسبه للمقترحات اللي تقدمنا بها فيها واحد العدد كبير بعدا كله تيمشي في اتجاه الاشارات القويه اللي جات في الخطاب الملكيه الساميه، وطبعا استجابه كذلك لنا انتم هنا بحال المواطنين صفاره تاع الانذار. كل ما خدينا رساله من عندكم تيقنوا بان غتسيبوها تتحرك. خلال الفتره ما بين الدورتين الصيفيه تقدمنا ب 20 طلب لعقد اجتماعات اللجان، لم تتم الاستجابه ولو لطلب واحد. الازمه مع تونس، مع الفيزا، مع الدخول المدرسي، مع والو، لا حياه لمن تنادي. واش غنديروا؟ واش غنديروا لافته تاعنا نخرجوا للشارع؟ طبعا لا، ما يمكنش. اذا يمكن انا نقول لكم واحد المساله تقالت هنا، فحيت كنا نناقشوا هذا الموضوع، قلنا ودي احنا دابا راه دزنا لسرعه اخرى، سالينا ذاك النوع ديال التعامل الودي اللي ما مشاش بالشكل اللي بغينا. مباشره من بعد كانوا، نقول لكم بعدا فيما يهموني، مباشره من بعد كانوا اتصالات بالامين العام للحركه وغيره تيقولوا على ان فلان راه تيصعد. هذا طبيعي، يعني شتي اللي تيقول فلان تيصعد غير قادر على مواجهه الواقع. احنا تمنينا باش نشوفوا بحال العام الاخر مباشره من بعد لقاء معكم بادرت الاغلبيه ودارت ذاك البلاغ ديالها واحد الندوه، وهذا دابا غنديروا حنا ندوه، حتى دابا راه غادي يديروا ندوه. ولكن انا بغيت نثير انتباهكم، والله اعلم والله اعلم والله اعلم، واش تعرفوا بانه كاين شي بقر اللي يركب في الباخره قبل ما يخرج المرسوم؟ بحتوه. وكفانا عبث دابا، لا للتصعيد لا للتهويل، ولكن ما يمكنش
ان نمشيو بالشكل اللي تنمشيو، لا يمكن استحمار كاع المغاربه. وزير الفلاحه تيجي يتكلمنا على ازمه الحليب ومقاطعه سنترال اللي تير، وتيقول لك 3 سنين بعد راهي اللي تثبت في الازمه نتاع غلاء اللحوم. ايه علاقه ما بين البقره الحلوب واللحوم اللي تتباع في السوق؟ راه ما كايناش. راه حيت كانت المقاطعه سنترال اللي تير يمكن الحليب قل، يمكن الناس اضطروا يبيعوا البقر ديالهم لان ما بقى حد بغى يشري اللحم ديالو الحليب ديالهم، ولكن راه ما كاينش حاجه ما عدا ذلك. وهذا البقر كاع اللي جا تيجري للمغرب، لان راه كاين اللي مشى للبرازيل قلبوا شويه، كاين كل واحد فيه مشى تيجري قلبوا وغادي تصيبوا الحقيقه. راه ما يمكنش يتسهلك دابا، كان المفروض الحكومه باستباقيه كبيره تواجه كل الازمات، واللي بغى يدبر الشأن العام خصو يكون قاد على هذه الاستباقيه.